بيمارستان. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. خبرني شو آخر الأوضاع عندنا هوني بالنسبة للجبهة؟ بالنسبة للجبهة نحن مرابطين. حلو. بدنا نقتحم بإذن الله بهاليومين، عنا عملية إن شاء الله بنحرر منطقة المدينة كلها، مخلص منها كل المدينة. بالكل العالم نفوت تخلص طالع بضاعته، بنخلص من الوضع، العالم يعني ضيق على اللاقة. لأننا شايفين مرابطين هون، واقفين هون، بنقف هالنقطة بمدخل المدينة لمنع السرقات، حتى يعني في عناصر، إذا في عناصر الجيش الحر. هي حاليا هون آخر نقطة عندك؟ هون أول نقطة. أول نقطة؟ هون أول نقطة. أيوة. مدخل المدينة ومخرجة من هالنقطة. قديش تبعد عن جمال كبير؟ أنا ببعد عن جمال كبير حوالي 200 متر.